وزير الخارجية الليبي السيد محمد الطاهر سيلة عن أمله في أن تكون اجتماعاته قمة نواكشوط تاريخية وأن يصدر عنها ما يخدم الأمة العربية. مرحبا، نواكشوط عزيزة على قلب الليبيين جميعا، وأنا زرتها يمكن أكثر من 10 مرات وفي مرات متتالية وفي مناسبات متتالية، فأنا أزورها الآن لحضور اجتماعات الجامعة العربية، ونتمنى لهذه الاجتماعات التي احتضرتها نواكشوط أن تكون اجتماعات تاريخية وأن يصدر عنها ما يخدم المصلحة العربية المشتركة إن شاء الله.